مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على الأزمة الاقتصادية في لبنان واستمرار الغضب الشعبي في ظل أزمة تشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحامي ورئيس منظمة لايف الحقوقية الأستاذ نبيل الحلبي. أهلا بكم أستاذ نبيل. بداية، الغضب الشعبي يتفاقم في لبنان وحديث عن توتر بين الرئيس ميشيل عون وقائد الجيش جوزيف عون، إلى أين تذهب الأمور في لبنان؟ يعني بداية بموضوع الخبر الأول بموضوع الكهرباء، بس يسلط الضوء على شغله أنه نعم هناك نقص في مادة الوقود والتي هي المادة الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان. نعم. ولكن ما تفعله منظومة السلطة الفاسدة في لبنان هي تهريب هذه المادة، مادة الوقود، إلى نظام بشار الأسد. يعني من الأسباب الرئيسية التي يقوم بها اليوم المتظاهرون لقطع الطرقات هي وقف قوافل التهريب إلى نظام بشار الأسد. يعني هناك في لبنان من يقوم بإمداد هذا النظام القاتل في سوريا على حساب الاقتصاد الوطني اللبناني والأمن الاجتماعي اللبناني. بهذه النقطة، بما أن حضرتك فتحت الموضوع، ألا يعتبر العراق أيضا شريكا في هذه الأمور، خاصة وأن إيران هي تعتبر المسيطرة على القرار السياسي في العراق، وبالتالي هذه تعتبر نوع من أنواع الدعم الغير مباشر إلى نظام بشار عن طريق لبنان؟ طبعا بالتأكيد، هي حلقة تبدأ من طهران إلى بيروت مرورا بالعراق وسوريا. يعني نهرب مادة الوقود المدعومة من مصرف لبنان إلى نظام بشار الأسد، ثم نستورد الوقود من شركات عراقية لا نعلم مدى علاقتها العميقة مع النظام الإيراني ومع ميليشيات الحشد الإجرامية لتزويد لبنان بهذه المادة مقابل العملة الصعبة. يعني هي حلقة إيرانية من أولها إلى آخرها. طيب، هذا من ناحية. بالنسبة، أود أن أستثمر الوقت مع حضرتك لضيق الوقت في نشرتنا. مواقف العماد جوزيف عون منذ اندلاع الاحتجاجات في لبنان تميزت، كيف ترى الموقف بعد أن زاد الشق بين العماد جوزيف عون ورئيس الجمهورية ميشيل عون؟ هل سيكون له موقف أو تبعات على أثر الغضب الشعبي واتكاء العماد عون على شعبيته التي ازدادت خلال السنتين الماضيتين؟ يعني أولا، إنها ليست المرة الأولى التي تكون هناك يعني فجوة بين العماد جوزيف عون قائد الجيش وبين منظومة السلطة ككل، وليس فقط رئيس الجمهورية. نعم. منذ أن قام العماد جوزيف عون بتشكيلات عسكرية الأخيرة والتي خرجت عن إرادة المنظومة السياسية، بدأ هناك الإشكال بين قائد الجيش وبين السلطة السياسية التي تريد المحافظة حتى في المؤسسة العسكرية. وهذا أمر خطير، ونحن نعلم تداعيات المحافظة السياسية كيف كانت على المحكمة العسكرية مثلا. كيف أخذت المحكمة العسكرية كأداة لقمع المعارضين للنظام السوري ولحزب الله. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، العماد عون يعني كان واضحا جدا العام الماضي بأنه لن ينجر أو يجر المؤسسة العسكرية إلى قمع المتظاهرين وقمع حرية التعبير المكفولة بالدستور. هناك إشكالات حصلت بين العماد عون جوزيف عون وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون على خلفية تدخل صهره جبران باستيل بالمؤسسة العسكرية وباستخبارات الجيش، وهذا الأمر يعني أزعج قائد الجيش وبدأت المشاكل منذ ذلك الحين، ولكنها تطورت الآن. والمساس بالأمن الاجتماعي ليست المؤسسة العسكرية ضباطا وأفرادا بعيد عنه، هم جزء من المجتمع اللبناني يعاني ما يعانيه الشعب اللبناني بالعموم. وبالتالي بالأمس خرج قائد الجيش عن صمته وطلب المسؤولين بالتوضيح، يعني توضيح ماذا ستفعلون أيها الحكام، إلى أين تأخذون البلاد، ورفض الانجرار إلى فتح الطرقات بالقوة وإلى قمع المتظاهرين بالقوة. هذا يسجل للعماد قائد الجيش بأنه يحترم حرية التعبير، وفي نفس الوقت أشار بأنه سيمنع
الاعتداء على المؤسسات العامة أو الخاصة. شكرا جزيلا لك من اسطنبول المحامي والرئيس منظمة لايف الحقوقية الأستاذ نبيل الحلبي.